بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، الآن سأقوم بحل الاختبار التراكمي للفصل السادس للصف الخامس لابتدائي مادة الرياضيات. الجزء الأول، الاختيار من متعدد، أي من القصور العشرية الآتية مرتب من الأصغر إلى الأكبر. هنا يقول لي أيهما من الأصغر إلى الأكبر. أول شيء حتى نقارن، صح؟ لا ينفع أقارن بين، طالما في علامة عشرية قدامها مثلا 3، ما ينفع نقول 3 قصاد 28 قصاد 279. لازم نحط هنا صفر ونحط هنا صفرين عشان يبقى الكلام عندي واضح. ما ينفع نقارن بعد العلامة، لو امام العلامه مثلا زي اللي عند الصفر كده عادي، لكن امام العلامه لازم يكون الارقام كلها متساويه، يعني لازم يكون ثلاث ارقام مع ثلاث ارقام مع ثلاث ارقام مع ثلاث ارقام، فهمنا كده؟ لازم نحط صفار عشان تتضح الايه؟ الرؤيه. لما تتضح لما نحط صفار هيبان، لما نحط الصفار ايه؟ هيبان، يبقى بانت على طول ان جيم هي المرتب 250 279 280 300 من 1000. كل ده يبقى لازم اول حاجه احط ايه؟ الاصفار. لو ما حطيتوش الاصفار هتقع في الخطا، ضروري جدا نضع الاصفار. طيب احسب قيمه العباره 12 س اذا كانت س بتساوي 7، يعني 7 في 2 12 س، يعني 12 في 7، او 7 في 2 ب 14، 4 معايا الواحد، 1 في 7 7 ومعايا 1 يبقوا 8، يبقى كام؟ 84. ننزل نخلص. يبين الجدول أدناه أسعار مشتريات نورة من ركن الأجبان. جبنا بيضة 11 و75 6 و9 و 2 و25 من 100. أيضا هنا طالما في 9 لازم أحط صفر كده، لأن التسعة دي من 10 يعني 90 من 100. تعال بقى نقرب. لو احنا قربنا ال 75 هتبقى دي الأولى، دي هتبقى إيه؟ 12. لو قربناها تصبح 12، والثانية تصبح 7، والثانية تصبح 2. طيب 12 و7 19 و2 21، علشان نعرف احنا بنعمل ايه. طيب نرجع، اذا اردت سعاد ننزل تحتين بقى، خلصنا دي مسحه ونتجه الى الجهه الاخرى. بيقول لي انفقت عبير، ده كان فينا سعاد. خلصنا دي لسه. اذا ارادت سعاد توفير 12 ريال في اليوم الواحد، كم ريال ستوفر؟ نضرب 8 في 2 16، 6 ومعايا الواحد، و8 في 1 8 ومعايا 1 يبقى 9، يبقى 6 وايه؟ 96. نتجه الى المسألة الثانية. ناخد اللي تحت على طول. قام قاد خالد سيارته مسافة 360 كيلو متر، إذا كان يقطع 90 كيلو متر في الساعة، يعني نقسم 360 على 90، فكم ساعة استغرق؟ نشيل الصفر، طالما هنقسم نشيل الصفر قصاد الصفر، وهنقسم 36 على 9 تعطيني 4، يبقى الـ4 في 9 ب 36، لان احنا لما بنيجي نقسم بنحول العمليه الى ضرب، بس الاول نشيل الاصفار اللي طبعا فيها صفر وهنا صفر، شيله. الفقط عبير 9 على 16 من مدخراتها اي الكسور التاليه ليس اكبر، يعني يكون اصغر. الوحيد اللي اصغر من ده هو 8 على 16. 8 على 16. ننزل للصفحه الثانيه الجزء الثاني. احصى محمد ألوان القمصان الرياضية التي كان يلبسها 36 طالب في المدرسة كما في الجدول الذي نرى.
ما الكسر الذي يمثل القمصان البيضاء؟ هم كلهم 36، الابيض كام؟ 5، يبقى 5 على 36. تستغرق مراجعة هبة لما تحفظ من القرآن الكريم ساعة وثلثين من الساعة يوميا. اكتب هذا الكسر على صورة كسر غير فعلي، يعني اضرب واحد في ثلاثة بكام؟ الواحد في ثلاثة، لو ضربنا واحد في ثلاثة بثلاثة زائد اثنين يبقوا 5، يبقى نحط فوق 5 ونضع شرطة الكسر 5 وتحتها الثلاثة، يبقى تبقى 5 على 3. ليه؟ لأن أنا ضرب 3 في 1 ب 3 وزائد 2 يبقى 5. قدر ناتج ضرب، لو احنا عاوزين نقدر ناتج ضرب 32 في 20، طبعا ال 32 دي هتصبح 30 وال 19 هتصبح 20، ونضربهم في بعض. اول حاجه نحط الصفرين، صفر طالما عند صفر هتضرب في بعض، حط الاصفار. و3 في 2 بكام؟ ب 6. 3 في 2 ب 6 يبقوا كام؟ طلعت معايا كام؟ يبقى طلعت معانا 600. تمام. اكتب عباره قيمتها 5 وتشمل عمليتين على الاقل. قيمتها 5، اقول له 5 ضرب 1 هتساوي 5. من اللي هنا أول حاجة نحط اللي إيه؟ يبقى 5 ضرب 1، دي عبارة إيه؟ 5 تساوي 5. طيب وممكن نقول له إيه كمان؟ 25، 25 على 5 تقسيم 5 يعني برضه هتساوي كام؟ تساوي 5. نجيب القلم معلش، لأن لوحة المفاتيح ما فيش فيها قسمة، علامة القسمة والضرب. خلاص كده؟ معلش نمتح دي، لا قسمة. امسح دي بس، عاوزة تتمسح. طيب ثواني معلش، ايوه هنعمل بس هنا علامة القسمة، علامة اللي ايه؟ القسمة، عشان يبقى الشغل بتاعنا مظبوط. حط هنا كده قسمة، 25 على 5 اعطتني 5، 5 في 1 اداني 5. وممكن اقول له 30 على 6، يعني لو حبينا نزود 30 قسمة 6 برضه هتساوي كام؟ تساوي 5. خلاص يعني ايه؟ احنا كده عملناها له كذا طريقة. ننزل تحت، ما حل المعادلة؟ سين زائد 4 يعطيني 24. لو انا ضفت كام الى 4 يعطيني 24، طبعا ال 20. 7 صارت 15، زودت ايه؟ 8. وبعدين ال 15 بعد 23 زودت كام؟ 8. 23 بقى، يبقى انا بزود 8، انا عندي 39 ازود 8 يبقوا 47. رائد اصغر من اخته نوال. طيب نمسح بس عشان نطلع فوق ونوسع، نمسح دول. ايوه نعمل بقى هنا الدالة. هنا بيقول لي رائد اصغر من اخته، من اخته نوال ب4 سنوات. اكتب جدول دالة يوضح عمر نوال عندما يكون عمر رائد 4 و8 و12، واشرح كيف يمكن استعمال الجدول لمعرفة عمر نوال عندما يكون عمر رائد. طيب نعمل هنا جدول. وهنا نكتب دي المدخلات، وهنا ناخد بقى هنا نكتب عمر
رائد. هنا في الخانة الأولانية دي هو عمر رائد، وهنا هيبقى زائد 4، هيعطيني المخرجات عمر نوال. عمر إيه؟ نوال. هنا بقى في النص نكتب له يعطيله زائد 4، يعني العمر عمر رائد، ونزود عليها ايه؟ 4. يعني لوحة المفاتيح لازم تتغير، ونكتب له هون 4. هنا ازود ايه؟ 4، لان اخته اكبر منه. طيب تعالى بقى، اول حاجة عمر رائد كام؟ 4. يبقى الخانة الاولانية دي هتبقى 4، الثانية 8، اللي بعدها 12. بقى الارقام، اول حاجة عمر هنا 4، 4 زودت عليها 4 بقت كام؟ يبقى هي عمرها هنا 8. طيب لما كان عمره 8 هنزود عليها 4 تبقى 12، لما كان عمره 12 هنزود عليها 4 تبقى 16. طب لما عمره 26 هنزود على 4 تعطيني 30. المفروض احنا بنكتب هنا كده، بنكتب هنا 4 زائد 4، لان دي كل مرة بزود 4. هنا بقى هعمل 8 زائد 4، هنا هنعمل 12 زائد 4، وهنا 26 برضو زائد 4، عشان يبقى الجدول مظبوط. يبقى احنا كده عرفنا كيف نعمل عمر رائد، وبعدين زائد 4 اللي هو الدالة هتعطيني عمر ايه؟ نوال. خلاص كده يا ابطال نقلتم، تمام كده. المفروض ان احنا خلصنا هذا التقويم الاختبار التراكمي. لا تنسوني من اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.